السلام عليكم. Integration of metabolism part 2. This is the last lecture of the carbohydrates, so let's go through it. المحاضرة السابقة وقفنا عند ملاحظة مهمة جدا انه الجلوكوز بيقدر يعبر البلاد برين بارير. ولما حكينا شو هو البلاد برين بارير، هو حكينا هو الحاجز الدماغي اللي بيمنع اي مركبات غريبة تفوت وبسمح فقط لبعض المركبات تفوت، فالجلوكوز بيقدر يعدي براحته. وزي ما حكينا اذا بتتذكروا ايام الماليت قلنا اللي يعدي حاجة يعدي كل حاجة، والجلوكوز يعدي كل حاجة. About 6%، إذا حوالي 60%، 60% of the total carbohydrate intake by the body is metabolized by the brain. فزي طلعوا كيف إنه أنا كمية الأكل اللي باكلها 60% من الكربوهيدرات اللي بفوتها على جسمي، سواء جلوكوز، جلاكتوز، إتسترا، كلها 60% منها راح يروح على البرين عشان يصير له ميتابوليزم هناك ويطلع الطاقة للبرين. طلعوا كمية الكربوهيدرات اللي بيستهلكها البرين. About 25% of oxygen consumed by the adult body is due to glucose oxidation in the brain. In children, this is maybe as high as 50. فهم بقول لي 25% من الاكسجين اللي في جسمي اللي انا بنقله، الار بي سيز قاعده بتنقله، بروح على البرين في الادلت عشان يحقق الالكترون ترانسبورت تشين، يشغلها ويشغل كريبس وما الى ذلك. وهون في التشيلدرن بقول لي عشان التشيلدرن بيحتاجوا طاقه اكثر وبيلعبوا وبيتحركوا وبنطنطوا، فممكن توصل ل 50% من الاكسجين اللي بفوته على جسمي بروح على البرين، و 60% من الكربوهيدرات بتروح على البرين ويصير لها ميتابوليزم هناك. إن أنوكسيا، لما نحكي أنوكسيا اللي هو نقص الأكسجين، نقص إيش؟ الأكسجين، زي لما كنا نحكي هايبوكسيا، ولكن هون بنحكي أنوكسيا. شو الفرق بين الهايبوكسيا والأنوكسيا؟ والله مش مطلوبين فيها وبديش أعجبكم، بس أعرفوا إن أنوكسيا نفس فكرة الهايبوكسيا، نقص أكسجين. In anoxia, the rate of lactate production by the glycolysis rises to 5 or 8 times within 1 minute. فبقول لي في الانوركسيا نقص الاكسجين للبرين، فقد ما البرين بيستهلك جلوكوز بقول لي وبده كميه عاليه من الاكسجين، فاي نقص خفيف بالاكسجين راح يخلي البرين بسرعه بسرعه يعبي الدنيا لاكتيت. فطلعوا قديش انه مباشره بس نقص خفيف بالاكسجين، طلعوا خلال دقيقه كان ارتفع نسبه اللاكتيت في جسمي من الجلايكوز 5 إلى 8 أضعاف، وهي كلها راح تروح طبعا وين؟ على الليفر. During starvation, في المجاعات, a significant part, 60 to 70% of the energy requirement of the brain is then met by ketone bodies. Blood glucose level below 30 milligram per day is fatal. شو يعني آخر جملة حكيناها؟ حكينا إنه 60 إلى 70% من المتطلبات الطاقة اللي بيحتاجها الدماغ في المجاعات, starvation اللي هو المجاعة اللي هو long fasting, بتحول من جلوكوز بتصير كيتون بوديز. ليش؟ لأنه الجلوكوز خلص يا جماعة، بطل عندي جلوكوز، بطلت قادر أعمل جلوكونيوجينيسيس، بطل عندي جلايكوجين ولا في الليفر ولا في مكان، فأكيد لازم أشوف مصدر ثاني. فالكيتون بوديز will take place for brain energy. ف60 إلى 70% في بداية في المجاعات الطويلة راح يصير عندنا كيتون بوديز بدل الجلوكوز، والباقي أكيد راح يكون غالبا جلوكوز وبروتين، ولكن في المجاعات الطويلة جدا 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 بيصير كله كيتون بوديز تقريبا. فجدا خطيرة هاي الشغلة. وفي المجاعات الأطول من هيك بتزيد الكيتون بوديز، بزيد اللاكتيك أسيد، وراح وإذا نزل البلد جلوكوز عن 30 راح يموت الإنسان. إحنا حكينا الطبيعي من قديش؟ من 70. من 70 لقديش؟ من 70 ل 120 130، فهذا الاوبتيمال المثالي. فهون تخيلوا 30 قديش نزل عن 70؟ كثير، فهذا راح يموت الانسان اذا صار دمه فيه سكر 30 ملي جرام. هيك نكون حكينا عن البرين. نحكي عن السكيليتال ماسل. اذا زي ما حكينا البرين بحب الجلوكوز دائما، اذا اضطر في النهايه في المجاعات بيستخدم الكيتون بوديز. سكيليتال ماسل. The skeletal muscle forms about 45% of the total weight of the body. About 0.5% of muscle weight is due to glycogen content. فبقول لي السكيلتال ماسل بتمثل 45% من وزن جسمي، فانا اذا وزن جسمي 60 تقريبا اللي هو 25 27 من جسمي 27 كيلو جرام راح يكون كله ماسل، والباقي راح يكون مي وما الى ذلك. والماسل اصلا كثير فيها مي، الماسل معبي مي لانها كلها بروتينات وما الى ذلك. ف 45% من كتله جسمي هي عباره عن عضلات. is about 0.5 of muscle weight is due to glycogen content. فبقول لي
0.5% من المحتوى المصل هذول بكون جلايكوجين. بكون ايش؟ جلايكوجين، يعني كمية الجلايكوجين في المصل كمية مرتبة وكمية محترمة وكمية عالية عشان تكفي حاجات المصل من رياضة وما إلى ذلك. Following a meal, the muscle glycogen content increases about 1% of the total weight. يعني زي ما حكينا اللي هو بتكون المصل لما تكون عادي انت قاعد مش ماكل ولا شيء تكون 0.5، بس لسه طبعا مش صايم ولا ماكل، يعني قاعد تمام وصلت؟ يعني لسه ما بلشتش في اللي هي الصيام او الفاستنج اللي مش حكينا احنا بعد ما الواحد من اخر وجبه بده تقريبا 4 إلى 8 ساعات عشان يبلش يكسر الجلايكوجين وذلك، فاعتبروه هون اللي هو بكون 0.5 جلايكوجين. اذا اكل ببلش المصل تخزن جلايكوجين كمان، فبوصل تقريبا نسبه 1% من كتله العضلات جلايكوجين عشان تحتاجها في وقت الصيام. Muscle metabolism after meals أو after meal، بعد الأكل أنا ماكل وبكفي عندي جلوكوز كثير، كيف المسل بتتصرف؟ The uptake and the storage of glucose by skeletal muscle is under influence of insulin. ليش؟ لأنه حكينا insulin is ايش؟ is eating hormone، فراح يحفز الأبتيك للجلوكوز للليفر والمسل وباقي الأعضاء عشان يقلل الجلوكوز في الدم لأنه صار بزيد. Following a meal, the level of glucose and insulin are high, so glycogen synthesis is enhanced. فبعد ما تأكل أكيد زي ما حكينا الإنسولين راح يحفز الجلايكوجين synthesis. تمام؟ تمام. The resting muscle uses fatty acid as a major fuel. 85% من الطاقة أو الـ ATP اللي بتحصل عليها المسل هي عبارة عن فاتي أسيد، عن تكسير الفاتي أسيد وبتطلع منها طاقة، يعني ما بتركز على الجلوكوز كثير، يعني حوالي 10% جلوكوز فقط. ليش؟ لأنها بتقول الجلوكوز هذا خبي لي إياه لأني هسه بس ألعب رياضة خاصة في الأيروبيك ريسبيريشن زي ما راح نشوف كمان شوي، الأيروبيك اكسرسايز الايروبيك اكسرسايز راح نشوف كيف المسل بتصير تستخدم هذا الجلوكوز فبتخبيه لوقت الحاجه وفي راحتها تعتمد على الفاتي اسيد. مسل ميتابوليزم ديورينج اكسرسايز، فهسه قاعد بلعب رياضه بوكلش، فهون انا قاعد بلعب رياضه. ف muscles uses glycogen for short active spurts of activity. Glycogen is rapidly broken down to form lactate. The lactate has to be transported to the liver undergo gluconeogenesis Cori cycle. فبقول لي وانا بلعب رياضه شو بدها تسوي المسل؟ مباشره بتبلش تكسر الجلايكوجين. ليش حكينا؟ لانه الجلايكوجين سريع مش زي الفاتي اسيد بطيئه تعطيني طاقة، الجلايكوجين مباشرة بتكسر بعطيني جلوكوز، الجلوكوز بفوت جلايكوليسيز بايش؟ بعطيني اي تي بي مباشرة، ولكن لما فوت جلايكوليسيز وانا بلعب رياضة بداية الرياضة شو حكينا؟ بصير عندي شوية هايبوكسيا، بنقص الاو 2، ليش؟ لأنه المسل لما العب رياضة بتشد، لما تشد وين بتكبس؟ تكبس على البلاد فيسل، بتكبس على الشريان او الوريد، خصوصا الشريان يعني اللي هو بعطيها الاكسجين، فلما تكبس عليه راح يصير كميه الدم الواصل للشريان قليله، فراح يصير كميه الاكسجين الواصل للمصل قليله، وهذا راح يؤدي الى ايش؟ الى لاكتيت فورميشن، بتصير تروح لاكتيت لان الاكسجين قاعد بنقص عندها، بتكسر جلايكوجين، جلوكوز، لاكتيت، اللاكتيت وين بتروح فيه؟ تروح فيه على الليفر عشان الكوري سايكل تحول اللاكتيت لبايروفيت والبايروفيت يروح جلوكونيوجينيسيس ويرجع الجلوكوز على المصل او على الدم زي ما بنعرف. Muscles however use fatty acid as a fuel for aerobic exercise and long distance running. فهون بقول لي برضه في الايروبيك اكسرسايز اللي هي الاكسرسايز اللي فيها اكسجين، موجود الاكسجين في الايروبيك اكسرسايز بنحكي قاعدين اللي هو بتستخدم المسل برضه الفاتي اسيد، واكيد بتستخدم الجلوكوز ولكن اكثر بترجع تركز على الفاتي اسيد، لانه صار عندي او 2 بقدر اشغل مين؟ كريبس، وبقدر اشغل الالكترون ترانسبورت تشين. حكينا الفاتي اسيد لما اكسره راح يعطيني اسيتيل كو اي، لما يعطيني اسيتيل كو اي لازم افوت على كريبس. طيب لو الفاتي اسيد اعطاني اسيتيل كو اي وانا فش عندي اكسجين على الفاضي مش راح اقدر اشغل كريبس، صح؟ فعشان هيك المسل في الاكسرسايز بدايته ولما يكون ان ايروبيك مينلي بتعتمد على الجلوكوز. ليش؟ لانه الاسيتيل كو اي على الفاضي لو طلعته من الفات اسيد ما راح يفوت على كريبس لانه كريبس مش شغاله لانه فش اكسجين. وصلت؟ Muscle metabolism during starvation. During starvation, maximum glucose is spared for the brain. The free fatty acid mobilized for adipose tissue is the preferred fuel for muscle during starvation. Free fatty acid does not require insulin, and during fasting, insulin level is low. شو يعني؟
بقول لي هون في الستارفيشن، في المجاعات الشديدة وما إلى ذلك، الجلوكوز اللي بيكون في الدم واللي بيطلع من الليفر غالبا وين موديه؟ بنوديه على البرين زي ما حكينا قبل شوي. فلما اوديه على البرين، المصل ما راح يصير يوصلها جلوكوز، راح تخلص الجلايكوجين تاعها مباشرة. فشو راح تعتمد؟ راح تعتمد على الفري فاتي أسيد كمصدر أساسي للطاقة. كمصدر أساسي للطاقة بتحوله لأسيت الكوية، أسيت الكوية بتفوت كريبس وإلكترون ترانسبورت تشين بتعطيني ATP. تمام. الاسيت الكويل لما نحكي فري فاتي اسيد بكون برضو قصدنا ممكن الكيتون بوديز. فالمصل تعتمد على فري فاتي اسيد ومش الكيتون بوديز. شو الفرق بين الكيتون بوديز والفري فاتي اسيد؟ خلينا نشوف لقدام ان شاء الله. هما نفس الفكره طبعا، الكيتون بوديز والفري فاتي اسيد نفس الفكره ونفس هذا الاثنين، يعني غالبا راح يعطوني اسيت الكويل وهذا، ولكن في شويه اختلاف راح احكي عنها لتحت شوي. Mobilized form of adipose tissue زي ما حكينا، preferred fuel muscle زي ما حكينا، الفري فاتي اسيد هو بصير الفيول تاع المصل او الوقود اللي بيعطيني طاقه للمصل. وبقول الفري فاتي اسيد الحلو فيه ما بيعتمد على الانسولين، يعني اذا زاد الانسولين ولا قل الانسولين بزيد كميه الفري فاتي اسيد او بتقل. ولكن ليش؟ لانه الانسولين بكون ليفله قليل جدا لما يكون الواحد في starvation. ليش؟ لانه starvation معناها صايم، ما دام صايم حكينا انسولين از ايتينج هرمون، فاكيد كميته قليلة، فالفري فاتي أسيد ما بكون لها دخل في الإنسولين عشان تفوت على المصل أو عشان تتحرر من المصل. تمام؟ During prolonged starvation, muscle protein breakdowns occur and alanine is released to the bloodstream. طيب مين يقول لي ليش الالانين بنطلعه على البرود ستريم؟ فزي ما حكينا برولونج ستارفيشن، مجاعه طويله جدا، ببلش المصل بروتين تتكسر، البروتينات اللي في المصل اللي بتحتوي على امينو اسيد تتكسر، بتطلع عندي الانين. الالانين وين بروح؟ بروح على البلود ستريم. عشان وين يروح؟ عشان يروح على الليفر. ليش يروح على الليفر؟ عشان الليفر يعمل لي جلوكونيوجينيسيس. ليش الليفر يعمل جلوكونيوجينيسيس؟ عشان يصنع جلوكوز عشان يوديه على الدم وعلى البرين. اذا هاي بنسميها جلوكوز الانين سايكل، حكيناها في محاضره رقم 4. The metabolic fuel during prolonged fasting is ketone bodies. Branch chain amino acid are utilized by skeletal muscle. فزي ما حكيت لكم في البدايه بتكون فري فاتي اسيد، وبالنهايه بتكون او بتصير الكيتون بوديز. الفرق انه الكيتون بوديز بتيجي المسل، بتروح على المسل من الدم. الفري فاتي اسيد، الفري فاتي اسيد غالبا بتكون طالعه من وين؟ من المسل نفسها، او مرات بتيجي، ولكن هاي بتكون فري. الكيتون بوديز بتكون على شكل يعني زيتهم جاهزه، الفري فاتي اسيد لسه مش جاهزه، بدها اشتغل عليها شوي. الكيتون بوديز لا، انا شغال عليها وجايبها. الفرق بالضبط ايش؟ راح تشوفوا ان شاء الله في المحاضره، يعني المحاضره الاسبوع القادم الليبيد ميتابوليزم، راح تعرفوا الفرق بالضبط. هسه بس بدي اياكم تعرفوا انه في اختلاف خفيف بين الفري فاتي اسيد والكيتون بوديز، ولكن في النهايه هدفهم اللي هو الليبيد ميتابوليزم ويعطوني طاقه من الفات. تمام؟ طيب بصير في البرولونج فاستنج، بعد زي ما حكينا بكسر بروتينات، بصير المصل تعتمد على الكيتون بوديز. Branch chain amino acid are utilized by skeletal muscle. كل ال branch chain amino acid بتبلش المصل تكسرها زي ما حكينا، وبتطلع منها amino acid. الامينو acid هذول راح احللهم واكسب منهم طاقة، سواء للمصل او زي ما حكينا الالانين اللي بوديه على الليفر. تمام. اذا هون هاي صورة بتلخص اللي حكيناه، اللي هو في السكيلتال ماسل بحلل الجلوكوز لبايروفيت، البايروفيت بصير لاكتيت، اللاكتيت زي ما حكينا بيرجع على الليفر عشان يصير بايروفيت وعمل منه جلوكونيوجينيسيس. هون طيب، هون لما نكمل بنقول برضه لو ممكن يعطيني الانين زي ما حكينا، المصل بكسر وبكسب الانين، فالالانين هذا بروح على الليفر والالانين بتحول لبايروفيت والبايروفيت بصير جلوكوز. فهي اكثر من شغله بنستخدمها في المصل. وايت اديبوس تيشو اللي هي الخلايا الدهنيه البيضاء، عندنا بيضاء وعندنا بنيه. البنيه او البراون اديبوس تيشو هدفها الحراره فقط عشان تدفي جسمي، الوايت اديبوس تيشو هي مخزن الفات في جسمي او الفري فاتي اسيد اللي بتخزنها على شكل تراي اسيد جليسرول وما الى ذلك، وبنشوف هسه. It is storehouse of energy in the body. هي مخزن الطاقة في الجسم. ليش؟ أنا بتخزن الفات زي ما حكينا. About 135 ليش هيك كاتبين الرقم؟ 135 ألف، فمش عارف ليش هون حاطين فاصلة أصلا، فكرته مليون أنا. اللي هي 135 ألف كيلو كالوري. تمام؟ The energy is stored in concentrated form
تراي جليسرول. فزي ما حكينا بتتخزن الطاقه على شكل تراي اسيل جليسرول او تراي جليسرول، اللي هو زي ما حكينا من شو بتكون؟ من جليسرول بالنص، من جليسرول. جليسرول شو بكون ماسك فيه؟ بكون ماسك فيه ثلاثه فاتي اسيد، بكون ماسك فيه ثلاثه فاتي اسيد، واحده اثنتين ثلاثه فاتي اسيد ماسكات في الجليسرول. فلما بدي طاقه بكسر الاولى، صار عندي داي جليسرايد، كان تراي ثلاث، بكسر الثانية صار مونو جليسرول، بكسر الثالثة صار جليسرول لحاله. الجليسرول وين حكينا بنوديه؟ بنوديه على الليفر عشان يعطيني الجليسرول كاينيز اللي موجود فقط في الليفر، اللي بحوله لإيش؟ لذهب، والذهب بفوت جلوكونيوجينيسيز أو جلايكوليسيس. تمام؟ طيب glycerol is derived from dehydroxyacetone phosphate and intermediate of glycolysis, therefore for storage of triglycerol both fatty acid synthesis and glycolysis should be operated. فبقول لي عشان تخزن هذا التراي اسيل جليسرول، عشان تخزنه في جسمك انت قبل ما تحتاجه اصلا، كيف بدك تخزنه؟ عشان تخزنه بدك تجيب الاشي اللي اسمه جليسرول هذا. طب الجليسرول احنا من وين بنجيبه؟ مش حكينا الجليسرول بنحوله لذهب؟ هذا التفاعل منعكس بالجليسرول ديهايدروجينيز، فالجليسرول 3 فوسفيت بحرجعه بحوله لذهب، والذهب بحوله لجليسرول 3 فوسفيت. الذهب من وين بجيبه؟ من الجلايكوليسيس. فبحلل الجلايكوليسيس بجيب الذهب، الذهب بروح بصير جليسرول 3 فوسفيت، بعمل له فوسفاتيز، بفك الفوسفات فبصير جليسرول، بدمجه مع فاتي اسيد وبخزنه طاقة، بخزنه على شكل تراي اسيل جليسرول. هاي العملية كلها وين بتصير؟ راح تاخذوها بالتفصيل الأسبوع الجاي، وغالبا بتصير في الليفر. تمام؟ وبروح بتخزن وين؟ في الأديبوز وايت أديبوز تيشو، عشان استخدمه في حالة اللي هو الستارفيشن، خاصة البرولونج ستارفيشن. فهون بقول لك عشان هيك، عشان تخزن تراي اسيل جليسرول او تراي جليسرول، بدك اللي هو الفاتي اسيد سينثيسيس عشان نصنع الفري فاتي اسيد اللي يضطر، قلنا بيربط في ثلاثه فاتي اسيد، فبدي عشان بدي فاتي اسيد سينثيسيس وبدي جلايكوليسيس عشان تعمل لي ذهب. فانا متى بخزن تراي اسيد جليسرول او متى بصنعه؟ يلا مين ذاك اللي يقول لي؟ انسولين ولا جلوكاجون؟ اكيد انسولين. ليش؟ لانه بشكل غير مباشر الانسولين بحفز الفاتي اسيد سينثيسيس، بحفز الجلايكوليسيس، سو انسولين از ايتينج هرمون راح يصنع لي التراي اسيل جليسرول اللي بخزنها بالوايت اديبوز تيشو. ذا ابتيك اوف جلوكوز جلايكوليسيس اند لايبوجينيسيس، لايبوجينيسيس هي صناعه الفاتي اسيد، ار اول فيفورد باي انسولين. انسولين از ايتينج هرمون. About 25% of glucose taken up by adipose tissue is metabolized by HMB shunt pathway and the rest of by glycolysis. The energy is stored in the concentrated form triacylglycerol. بقول لي 25% من الجلوكوز الموجود في الوايت adipose tissue هذول بروحوا اللي هو على HMB shunt اللي هي الهيكسوز مونوفوسفيت شنت او البنتوز فوسفيت باثوي، بروحوا عشان يعطونا ناد بي اتش، عشان يعطونا ايش؟ عشان احصل منهم على ناد بي اتش، ناد بي اتش. وبرضه بقول لي الباقي بروح جلايكوليسيز عشان احصل منه على اي تي بي، بغرض هاي الخلايا تقدر تشتغل. The energy is stored in concentrated form triacylglycerol. فانا كيف بخزن الطاقه في هذول الوايت اديبوز تيشو؟ حكينا تريacylglycerol، تريacylglycerol او تريجليسرول. The NAD BH هي حكينا ال 25% اللي اعطوني HMB shunt اللي هم الناد بي اتش طلع منهم، generated from the shunt pathway is used for synthesis of fatty acid. مش حكينا انه نصنع فاتي اسيد، حكينا الناد بي اتش اول استخدام لها حكينا بروتكتيف، ثاني استخدام ايش؟ ريدكتيف بايوسينثيسيس، بدي اصنع شغلات، فمين الشغلات اللي بصنعها؟ الفاتي اسيد. كيف بدي اصنع؟ اكيد بدي ناد بي اتش، فلازم اعمل ناد بي اتش. The NAD H produced من الجلايكوليسيس، الناد اتش شو بسوي فيها؟ during glycolysis is used to reduce ذهب to glycerol 3 phosphate. فمش حكينا قلنا الجليسرول 3 فوسفيت عشان يصير ذهب، عشان يصير ذهب شو حكينا بده؟ جليسرول 3 فوسفيت دي هيدروجينيز، فما دام دي هيدروجينيز بده كوفاكتور مين او الكو انزيم؟ ناد. فالجليسرول عشان يصير ذهب بتحول عندنا الناد بلس لناد اتش. طيب عشان احول الذهب لجليسرول بدي ناد اتش، عشان استهلك الناد اتش وارجعها ناد بلس واعطيها هاي الاتش اللي اخذتها من الناد اعطيها للذهب عشان يصير جليسرول. فانا عشان عندي ذهب ناقصني ايش؟ ناد اتش. من وين بجيبها؟ من الجلايكوليسيس. الجلايكوليسيس بيطلع منها اثنتين ناد اتش بالاديبوز تيشو، بستخدمهم عشان احول الذهب لجليسرول دي 3 فوسفيت عشان الناد اتش تصير ناد بلس ويصير عندنا جليسر الديا جليسرول 3 فوسفيت.
During fasting triglycerides in adipose tissue are hydrolyzed. فزي ما حكينا بس يصوم الواحد هاي الترايجليسرايد اللي هي تراي اسيل جليسرول او ترايجليسرايد نفسها تراي اسيل جليسرول نفس الترايجليسرايدز ان اديبوس تيشو بتبلش تتحلل في الاديبوس تيشو بلش تحلل هذول الترايجليسرايدز عشان اكسب منهم طاقه. سايكليك اي ام بي ميديتد اكتيفيشن اوف هرمون سنسيتيف لايبيز اكرز ان ريسبونس تو هاي جلوكاجون انسولين ريشيو. جلوكوكورتيكويدز اولسو هاف ستيمولنت لايبوليتيك افكت ديورينج فاستنج. شو يعني؟ يعني وانا صايم كده شو بينفرز؟ حكينا ايش اللي هو ادرينالين او ابينفرين از فاستنج هرمون. مين كمان حكينا جلوكاجون از فاستنج هرمون. فالجلوكاجون بينفرز بصير ان هاي جلوكاجون انسولين ريشيو. الجلوكاجون بالبسط والانسولين في المقام، فلما يزيد الجلوكاجون ويقل الانسولين بيرتفع الريشيو، بيرتفع قيمه العدد فبيزيد الريشيو. تمام؟ فلما زاد الريشيو شو صار؟ الجلوكاجون صارت كميته كبيره، فاستنج هرمون بحفز تكسير مين؟ الترايجليسرولز. وبقول لي برضه الجلوكوكورتيكويدز، مين يقول لي شو هي الجلوكوكورتيكويدز؟ بقول لك حكيناها اللي هو الكورتيزول. ليش ما حكيتش كورتيزون؟ لانه كورتيزول المصنع في الجسم الكورتيزون ينعطى كدواء. اذا الجلوكوكورتيكويدز حكينا كورتيزون برضه بيشتغل زي الفاستنج هرمون فراح يحفز اللايبوليتيك افكت ديورينج فاستنج. شو هو هذا الهرمون سنسيتيف لايبيز؟ راح تاخذوه ان شاء الله الاسبوع القادم، ولكن بدي اياك تكون عارفين انه هذا هو اللي بيكسر الترايجليسرايد هذا وبيطلع منه الفري فاتي اسيد عشان اكسب منها طاقه. تمام. هذا الجدول هسه راح نرجع له بس ناخذ الكارديك ماسل لانه موجوده فيه. تمام. طيب ليفر. The liver plays a central role in metabolism by providing adequate quantities of metabolic fuel for the other organs. Almost all metabolic pathways operate in the liver, a notable exception being ketolysis. حطوا عليها 100,000 خط الكيتولايسز اللي هي تحليل الكيتون بوديز. مين اللي بصنع الكيتون بوديز؟ اكثر مكان بصنع الكيتون بوديز الليفر. فالليفر مش معقول يصنع الكيتون بوديز ويروح يستخدمها له، زي ما حكينا في الار بي سيز مش معقول تنقل الاكسجين وتروح تاخذه هي لها. فنفس الفكره في الليفر، الليفر مش معقول يصنع الكيتون بوديز ويروح يستهلكن. فالليفر بيحتوي على كل الانزيمات، كل الباثوي اللي بنعرفها في الميتابوليزم خاصه بالكربوهيدرات والفات والبروتين كله 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 ما عدا الكيتولايسيز انزيم مش موجود عنده، عشان زي ما حكيت لكم اناتومي اللي هو ادابتيشن تو فيزيولوجي او اناتومي ريليتد فانكشن، زي ما حكيت لكم اياها بالبارت 1 بالتفصيل شو يعني اناتومي ريليتد فانكشن. Under well-fed conditions, the liver takes up glucose from circulation and stores it as glycogen. فلما يكون واحد ماكل احنا عارفين الليفر شو بصير ياخذ جلوكوز. ليش؟ الانسولين شو بسوي؟ انسولين از ايتنج هرمون راح يفوت الجلوكوز على الليفر، الجلوكوز راح يعمل جلايكوليسيس راح يعبي الدنيا اي تي بي، خلص صارت تكفي الاي تي بي ببلش اخزن جلايكوجين، كله هذا عارفينه. Similarly the fatty acid synthesis by the liver are incorporated into VLDL and secreted into the bloodstream. برضه بقول لي راح يصير عندنا fatty acid synthesis او lipogenesis صناعه الفاتو اسيدز او صناعه الليبيدز، لانه خلصنا عبينا اي تي بي وخلصنا الجلايكوجين بدي اخزن كمان، بصير اخزن على شكل فات، بصير اكسر الجلوكوز احوله لاسيت الكوي والاسيت الكوي اصنع منه فاتي اسيد. الفاتي اسيد هاي بزبطش تضلها في الليفر، لازم وين تروح؟ حكينا مخزنها الوايت اديبوس تيشو. طب كيف بدها تروح؟ بتروح تطلع من الليفر على هيئه في ال دي ال. شو الفي ال دي ال؟ تعجقوش حالكم هسه راح تاخذوه راح تزهقوا منه في محاضرات الليبيد ميتابوليزم ان شاء الله. And secreted into the bloodstream. إذا أنت سكريتد أنت في ال دي ال بطلعه على البلود ستريم عشان وين مين ياخذه؟ عشان ياخذه الوايت أديبوس تيشو، عشان ياخذه مين؟ الوايت أديبوس تيشو. ليفر از ذا ميجر سايتس اوف ديجريديشن اوف امينو اسيدز اند ديتوكسيفيكيشن اوف امونيا انتو يوريا. فاللي هو تكسير الامينو اسيد مش حكينا الالانين وين موديه؟ كنا نوديه على الليفر. الجلوتامين وين كنا نوديه؟ على الليفر عشان يحوله لشيء فوتو في كريبس واحصل منه على الجلوكوز. فالمكان الاساسي لتكسير الامينو اسيد هو الليفر، والامينو اسيد لما تتكسر بيطلع منها الان اتش 3 الزايد في الجسم، فهذا الان اتش 3 بنوديه على الامونيا اللي هو هاي الامونيا اللي هي الان اتش 3 بنوديها على اليوريا. اليوريا اللي قلت لكم بتعمل لي اليورين، واليورين بيطلع اللي هو البول زي ما حكينا. During starvation هاي حكينا في حالة الايش؟ الاكل. هسا في حالة الايش؟ الواحد starvation في مجاعة. The liver produces glucose by glycogenolysis. فالليفر ببلش يكسر الجلايكوجين اللي عنده عشان يطلع الجلوكوز عشان يوديه على الدم وعلى البرين. And later by gluconeogenesis بعديها ببلش gluconeogenesis ببلش يصنع جلوكوز عشان يوديه على الليفر
سوري عشان اودي على الدم وعلى البرين. واحد سالني اكثر من حدا سالني، قال لي هل هاي الجمله او كان مش عارف وين شافها قبل، انه هل الجلايكوجيناليسيس تحدث قبل الجلوكونيوجينيسيس؟ حكيت لكم اعتبروها تقريبا هي تحدث قبلها بشوي نتفه صغيره، ولكن ثنتين يعني بحدثوا مع بعض. لو نيجي على علميا ثنتين بحدثوا مع بعض، فخلينا نعتبرها زي ميزان. تعرفوا الميزان اللي بكون هون وبكون هون ثقل، فهون لو نعتبر هاي الجلايكوجين وهي الجلوكو نيوجينيسيس، تمام؟ فالجلايكوجين هاي وزنه وهي الجلوكو نيوجينيسيس، بلشوا اثنين مع بعض، هاي كميتها تقريبا مكافئة لهاي، تمام؟ الجلايكوجين بلش يخلص 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 يخلص، فبصير يرتفع الميزان، مين اللي بثقل ميزانه؟ الجلوكو نيوجينيسيس، فبتصفي بعد تقريبا بس يخلص الجلايكوجين بعد 18 ساعة ما إلى ذلك، بصفي هيك الميزان، بصفي الميزان صار هيك. الجلايكوجين خلص وصار كله جلوكو نيوجينيسيس فقط، وصلت؟ وصلت. طيب حكينا gluconeogenesis because glycogen is depleted، خلص الجلايكوجين بروح gluconeogenesis so that the obligatory requirements of brain are met. فكل هذا هدفه انه اللي هو obligatory requirements اللي هي المتطلبات الإجبارية من الدماغ لازم تتحقق، فالليفر بحقق له إياها. moreover the liver also produces the ketone bodies زي ما حكينا، وفيش في ketolysis ما بيقدر يكسر الketone bodies ولكن بيصنعها عشان يوديها على skeletal muscle ويوديها على الدماغ في حالات المجاعة ويوديها على كثير أماكن في الجسم عشان تحصل على طاقتها. an alternate source of fuel، اذا مصدر بديل للطاقه في حالات المجاعه. but the liver can't use ketone bodies، هي الليفر ما بيقدر يستخدم الكيتون بوديز. ليش؟ حكينا as its own fuel، ما بيقدر يستخدمه عشان غايات الطاقه تاعته. ketone bodies are also produced in people who have uncontrolled diabetes mellitus. هاي الجمله بدي اياكم بس تعرفوها معرفه، انه الكيتون بوديز بتكون زايده عند المرضى اللي معهم سكري diabetes mellitus. اذا هذول المرضى اللي معهم سكري بيكون عندهم الكيتون بوديز زايده ومع انهم مش في حالة مجاعة. ليش ما ليش راح تاخذوها ان شاء الله لقدام، بديش اخربطكم حاليا. They are used the second source of fuel in the brain and muscle. فالكيتون بوديز هذول بيصيروا هم المصدر الثاني للطاقة للبرين والمسل، بعديها بيصيروا هم المصدر الوحيد للطاقة اذا طولت كثير جدا المجاعة. اخر شيء بدنا نحكي عن الليفر، اخر شيء بدنا نحكي عن الليفر اللي هو انه هاي البلد جلوكوز عندي، اللي هو الجلوكوز الموجود في الدم. الليفر بحاول يحافظ على الكمية هاي دائما ثابتة، شو مكان هو والبرين، تمام؟ فهي الليفر جلايكوجين، أول يوم يومين من الصيام ببلش الجلايكوجين يخلص، قلنا خلال 18 ساعة 24 ساعة بكون الجلايكوجين انتهى نهائيا. الجلايكوجين خلص، كل هدفه يحافظ على سكر الدم ويحافظ على السكر الموجود في الدماغ. ببلش الكيتون بوديز تزيد شوي شوي، طلع متى بتبلش؟ ببلش تزيد شوي شوي تدريجي خفيف، ببلش خفيف تروح على سكريت المسل تروح على كذا، الدماغ بدوش اياها هسه. ولكن بعد حالات المجاعة العالية جدا يومين وثلاث واربعة وخمسة الدماغ بيضطر يستخدمها كمصدر رئيسي للطاقة، بتصير الكيتون بوديز وعشان تروح على الدماغ وعلى سكيلتال مسل، والليفر جلايكوجين بيخلص والجلوكونيوجينيسيس تقريبا تتوقف بعد ما خلص البروتينات اللي هي كسرتها الامينو اسيد. فهاي هي الفكرة بالضبط، تمام؟ هو نفس الشيء بلخص للي حكيناه فوق. الكارديك مسل الهارت القلب، عضلة القلب. The heart consume more energy than any organ. هاي متوقعة انه القلب بيستهلك اكثر طاقة مقارنة في اي عضو اخر. It utilizes about 6 kilogram of ATP per day. 6 كيلو ATP باليوم، تخيلوا الرقم جدا خيالي. 20 to 30 times of its own weight. بقول لي 20 الى 30 ضعف حجمه، يعني حجم القلب تقريبا 300 ملي جرام، 300 جرام مش ملي جرام، 300 جرام حجم القلب، فتخيلوا هو بيستهلك 6 كيلو، فتقريبا 20 الى 30 ضعف وزنه. Cardiac muscle derives its energy by oxidative metabolism of fatty acid 60 الى 90% and glucose 10 الى 40%. Ketone bodies are also normally metabolized. فبقول لي في الحالات الطبيعية، في الحالات الطبيعية الكارديك muscle المصدر الرئيسي للطاقة تاعه مين؟ الفاتي اسيد. ليش؟ لأنه مصل، والمصل زي ما حكينا قبل فاتي اسيد معناها الهارت مسل معناها فاتي اسيد. 60 الى 90% من الطاقة بحصل عليها من فاتي اسيد لانها كميتها كبيرة جدا جدا جدا. طيب بده 6 كيلو وين هذا؟ ما بحكيش عليه جلوكوز، فبده 6 كيلو طاقة، فلازم الفاتي اسيد لانه يقولنا اكثر مصدر بيعطيني طاقه هو الفاتي اسيد. برضه الجلوكوز بيستهلكه، لانه الجلوكوز دائما قلنا كل الاعضاء بتحبه، ولكن الهارت يعني بيستهلكه بشكل قليل عشان ما يخلصش الجلوكوز اللي في الدم ويخلص الليفر ويحرق الدنيا، لانه الدماغ اهم من الهارت بالنسبه للجلوكوز.
كيتون بوديز ار اولسو نورمالي ميتابولايز، برضه بيستخدم الكيتون بوديز. ليش؟ لانه الهارت فجعان 6 كيلو جرام اي تي بي كله، اعطيني كل المصادر، فوت فوت اي مصدر، بحاله الراحه بحاله كذا اعطيني بس. انرجي ترانسفيرز تو ذا هارت مايوفايبرز. شو يعني مايوفايبرز؟ اللي هو الهارت، احنا عندنا الهارت او القلب بتكون الهارت بتكون، تخيل ارسل لكم قلب زي هيك هسه بقول شو هذا، هذا قلب علمي بقول لك خلص مشيها. الهارت بتكون عندنا من مايوفايبرز، تمام؟ هاي المايوفايبرز اللي هي زي ما نحكي الخيوط اللي بتكون عضلة القلب، مش دائما العضلة بتكون مايوفايبر، المايوفايبر بتكون مايوفايبرز، فايبرز تصغير فايبر، تمام؟ فالفايبرز هذول بكون تصغيرهم مايوفايبر الصغيره هذول. فكيف بدي اغذيها وهي صغيره كثير؟ تقدرش، حتى جزئيه الاي تي بي كبيره بالنسبه لها، حبه الاي تي بي انها تعدي الغشاء تاع المايوفايبر وتفوت عشان تفوت على الميتوكوندريا ما بتقدر قد ما هي حجمها صغير. فلازم بدي شتل، بدي ناقل ينقل الطاقه من الاي تي بي لاشي عشان يقدر يفوت جوا الممبرين تاع المايوفايبر. فشو هو الشتل؟ خلينا نشوف. هيها heart transfer energy transfer to the heart myofibrils occur by creatine kinase. فهذا الكيراتين كاينيز هو الشتل، كاتالايزد انرجي شتل، هو الشتل اللي راح ينقل لي الطاقه. ليش؟ راح يمسكها وياخذها من الاي تي بي ويحولها لايش؟ لفوسفوكيراتين. هذا عندنا كيراتين بحط عليه فوسفات تاعت الاي تي بي فبصير اسمه فوسفوكيراتين، بقدر افوته على عضله القلب عشان اخذ منه طاقه. فهو عباره عن ناقل فقط. بينج ا سمولر مولكيول ذان اي تي بي، هو اصغر من الاي تي بي، كان ايزلي ديفيوز انتو مايوفايبرال فروم مايتوكوندريا، اذا بقدر يفوت على المايوفايبرال بسهوله. The myofibrillar creatine kinase catalyzes the reformation of ATP. فزي ما حكينا الميوفايبرال الكرياتين كاينيز راح يفوت، هو عباره عن شتل، فزي ما حكينا دائما الشتل بفوت سين بطلع سين، فبيعمل لي ريفورميشن اوف اي تي بي. فايش؟ انا فوتت بس اللي هو مش قادر افوت الاي تي بي، بحولها لفوسفوكيراتين، الفوسفوكيراتين يعدي حاجه، يعدي كل حاجه، بقدر يمر من الميوفايبرال فات لجوه وصل الميتوكوندريا، بدي ارجع اي تي بي عشان الميتوكوندريا تعرف تتعامل معه في الالكترون ترانسبورت تشين، فبرجع ل اي تي بي وما الى ذلك. سوري شو بدها الميتوكوندريا تتعامل معه؟ فعشان مش الميتوكوندريا تتعامل معه، عشان يتعامل معه الاجزاء المختلفه. يعني باختصار انا عندي مايوفايبرال، عشان نختصرها هون كبر واحكي، انا عندي مايوفايبرال، تمام؟ هذا المايوفايبرال جواه ميتوكوندريا، هاي الميتوكوندريا اعطتني اي تي بي، صح؟ اعطتني اي تي بي. هذا الاي تي بي بدي اطلعه عشان يستهلكه القلب، يستخدمه في حاجاته. فعشان يعدي الجدار تاع المايوفايبرال الصغير كثير، الاي تي بي بيقدرش يطلع، فالاي تي بي بيتحول لكيراتين اللي هو عن طريق الكيراتين كاينيز بصير اسمه فوسفوكيراتين، باخذ الفوسفيت تاع الاي تي بي، بيطلع الفوسفوكيراتين لبرا، بيرجع اي تي بي عشان يقدر يستخدمه القلب، تمام؟ هاي هي المعلومه الصحيحه 100%، هاي اللي بدي اياكم تعرفوه فقط، تمام؟ تمام. The creatine kinase system acts as energy buffer by keeping ATP level constant. فبنعتبره buffer، مصدات. مصدات ايش؟ ايش صد؟ صد نقص الـ ATP. كيف صد نقص الـ ATP؟ عشان الـ ATP ما يعلق جوا وينقص برا؟ لا، صد نقص الـ ATP فسميناه buffer. buffer يعني مصد. buffer اذا اللي هو الكيراتين كاينيز عبارة عن مصد لنقص الـ ATP، انه حوله لشغله ويعمل له شتل طلعه لبرا، تمام؟ تمام. When ADP level increases due to a fail in phosphocreatine, it inhibits intracellular enzyme causing failure of the heart's contracting mechanism. فبقول لي إذا صار عندي نقص في اللي هو الكيراتين كاينيز، إذا صار عندي نقص في الكيراتين كاينيز وبطل يقدر يحوله لفوسفوكيراتين، أو صار عندي كمية عالية من الـ ADP، يعني فيش عندي ATP، فوين كيف بده يشتغل الكيراتين كاينيز؟ فيش اي تي بي يشتغل عليها، فراح ينقص الاي تي بي، راح يؤدي لنقص الفوسفوكيراتين. لما ينقص الفوسفوكيراتين اللي بيطلع لبرا زي ما حكينا، مش راح تقدر تنقبض عضله القلب، لانه دائما لما حكينا العضلات بدها تنقبض كالسيوم بيطلع، معناها بدي اي تي بي، فهون فيش اي تي بي، معناها عضله القلب ممكن يصير عندي شيء اسمه هارت فيلر او فيلر اوف هارت، بفشل القلب انه يعمل كونتراكشن فبيقدرش يضخ الدم وبصير عندنا مصايب، تمام؟ In a failing heart، الهارت اللي فيه هارت اللي هو الفيلينج، يعني الهارت اللي مش قادر ينقبض، the uptake and utilization of fatty acid and glucose occur. فبقول لي برضه بفوت الجلوكوز والفاتي اسيد وبحللهم وبخرج منهم اي تي بي، فبتصير، ولكن المشكله انه صار لما صار فيلينج، فلما هو ايش صارت هاي المشكله؟ صار فيلينج،
هسه هذا سبب، ممكن في كثير اسباب تعمل هارت فيلر غير هاي الشغله، فهاي احد الاسباب. هسه بيجي واحد بيقول لي ما هي فيلينج هارت وبستخدم فاتي اسيد وجلوكوز، ما هي في اي تي بي معناها راح يحوله فوسفوكراتين وراح يطلعه. بقول لك صح، بس هاي سبب، مش شرط الهارت فيلر او الفيلينج هارت يكون هذا بس هو السبب. فبقول لي ان ذا فيلينج هارت بشكل عام، الهارت اللي مش قادر ينقبض لمشكله راح تاخذوها لقدام. بديش اتعمق، انا بديش اتعمق والله، الهارت لو تتعمق سيستم كامل مش طبيعي، يعني القلب بجد ما هو بخوف. فالفيلينج هارت او هذا القلب اللي مش قادر ينقبض بيقدر يستهلك الفاتي اسيد والجلوكوز ولكن بكميه قليله لانه مش قادر ينقبض، وهي الشغله تمام. ان ادفانسد هارت فيلر لما يتطور انقباض القلب كثير بطل يقدر ينقبض بشكل كبير، صار ينقبضش نهائيا، خفيف جدا، مش راح يقدر يستخدم شيء. ليش؟ لانه بصير عندنا انسولين ريزيستنس ديفلوب. انسولين ريزيستنس يعني مستقبلات الانسولين اللي بتحفز دخول الجلوكوز على القلب راح تقل، فمش راح يقدر يفوت الجلوكوز على القلب اصلا. فارذر ديكريز ذا جلوكوز يوتيلايزيشن. فهو اصلا بالفيلينج هارت الجلوكوز يوتيلايزيشن قل والفاتي اسيد قلت شوي، ولما صار عندنا هارت فيلر وتطور كثير صار عندنا انسولين ريزيستنس. انسولين ريزيستنس يعني بطل يستجيب للانسولين، بطل يفوت جلوكوز، فانشطب القلب بالمره. The metabolism of hypertrophied heart switches from fatty acid utilization to glucose. شو يعني hypertrophied heart؟ مش حكيت لكم الهارت وزنه الطبيعي 300 بصير 500. كيف بصير 500؟ بتضخم، كل المسل بتتضاعف، تكبر بتكبر بتكبر بالحجم، كل المسل تكبر حجمها، كل خلايا المسل هاي بتكبر حجمها بتكبر حجمها، بكون هيك بتكبر هيك. ليش؟ نتيجه الضغط عليها اللي بصير، بديش افوت لكم تفاصيل برضه بكرر، نتيجه الضغط اللي عليها العالي بتصير تضخم، فلما تضخم بصير بدها تستهلك كميه كبيره من كل شيء، من فاتي اسيد من الجلوكوز، فهي بتصير تتحول من الفاتي اسيد لجلوكوز. ليش؟ لانه بدها شيء سريع، لانه الهايبرتروفايد هارت صار كبير كثير، صار بده طاقه عاليه جدا، في فاتي اسيد تستهلك ولكن بصير الجلوكوز كميته عاليه جدا، فبصير ياخذ كثير جلوكوز من الجسم تمام. الهارت انا عارف الموضوع جدا شوي معقد في بالنسبه للهارت، تفوتوش التفاصيل، خذوا الامور على ابسطها زي ما حكيت لكم فقط تمام. تمام هون بس مقارنه بين السكيلتال ماسل والكارديك ماسل، هم بورديني اللي بريفيرد فيو الاتريست، اتريست فاتي اسيد، برضه الهارت فاتي اسيد، وبستخدم الكيتون بوديز واللاكتيت اللي هو الجلوكوز. فحكينا زي ما حكينا بستخدم كل شيء. طيب في الاكسرسايز حكينا هذا بصير يكسر الجلايكوجين وبحوله للاكتيت، خاصه في الان ايروبيك اكسرسايز، صح ولا لا؟ هذا بصير فاتي اسيد. طيب بالستارفيشن الهارت بصير كل شيء والماسل تقريبا بتصير كل شيء بدون تفاصيل تمام. طيب هذا الجدول يؤجل لنهاية المحاضرة، خلينا نرجع على اللي حكينا عنه، قلت لكم بدي ارجع عليه. فهون برضه ملخص للي حكيناه بالضبط، افتر ميل شو بده يستخدم كل عضو، لما يصير في شورت تيرم فاستنج، لونج تيرم فاستنج، واكسرسايز، كله حكينا عنه بالتفصيل، ما فيش كلمة ناقصة. طيب خلينا نشوف الافكت اوف اكسرسايز اون ميتابوليك او ميتابوليك بروفايل، شو تاثير الرياضه على الميتابوليك بروفايل تاعتنا. عندنا نوعين من الرياضه، عندنا ايروبيك اكسرسايز وعندنا ان ايروبيك اكسرسايز. نشوف شو الفرق بيناتهم. لما نحكي ان ايروبيك اكسرسايز قاعدين بنحكي عن رفع اثقال او ركض مباشر هيك بسرعه، يعني مثلا كنت واقف وقمت ركضت سريع، بس ركض هيك ركضت ل 10 دقائق ولكن ركض طاير طيار، اقصى سرعه عندي سبرنتنج مسرع طاير. الايروبيك اكسرسايز لا، بكونوا للعيبة الماراثون اللي بكون بركض مش بسرعة عالية ولكن قاعد بركض صلوا فترة طويلة بركض، او السباحين اللي بقعد مثلا يقعد يسبح مسابقة سباحة وبطولوا كثير وهم بيسبحوا، نفس الفكرة. فأي شيء بطول بصير ايروبيك، أي شيء قصير وبده استهلاك للسكيلتال ماسل بسرعة بنسميه ان ايروبيك اكسرسايز. طيب شو الفرق بيناتهم؟ مفروض لحالكم من الاسم تعرفوا شو الفرق بين الايروبيك والان ايروبيك اللي انا حكيناها فوق تمام. هسه لما احكي انا ليش ان ايروبيك سميناها، لانه حكيت لكم سكيلتال ماسل لما تنقبض فجاه شو راح يصير، لما انقباضات السكيلتال ماسل، مثلا ركضت بسرعه شو بصير بالسكيلتال ماسل؟ تنقباضات، بلعب اثقال برفع قاعد شو بصير في السكيلتال ماسل؟ تنقبض. طب لما تنقبض السكيلتال ماسل شو بتسوي في البلد فيسل؟ شو بتسوي في الشريان اللي بوصلها اكسجين؟ تكبس عليه. فهي تخيلوا هاي المسل هيك، هاي المسل حوالين هذا الشريان اللي بده يعطيها اكسجين، نفخت كبست على الشريان من هون، كبست عليه من هون، كبست الشريان صغر، فشو صار كميه الاكسجين بوصلها اياها؟ قليله. فلما صغر الشريان وقلت كميه الاكسجين اللي بوصلها اياها شو راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا هايبوكسيا، راح ينقص الاو 2، فراح السكيلت المسل مباشره تتحول من اللي هو تصير ان ايروبيك ريسبيريشن وتطلع لي لاكتيت تمام.
فشو المصدر الرئيسي اللي هو بتصير تطلع لاكتيت. During anaerobic exercise the major organ involved in is the skeletal muscle. زي ما حكينا الانيروبيك اكسرسايز عن مين بنحكي فعليا؟ على السكيلتال ماسل مش على الجسم كله، على الدائين لما يركض بتاع الماراثون بحرك جسمه كله مش بس السكيلتال ماسل. راح نحكي هسه شوي شو بيستخدم كمان. هون نحكي بس السكيلتال ماسل فجأة اشتغلت زي رفع الاثقال، زي روح ركض فجأة بسرعة هيك وما الى ذلك. Little involvement of other organs يعني هي mainly للسكيلتال muscle لما نحكي anaerobic exercise. When there is contraction of muscle compression of blood vessel take place this will cause ischemia. زي ما حكيت لكم بالضبط تنقض العضلات راح يضغط على blood vessel راح يصير ischemia. Decrease blood which contain oxygen فالblood اللي بيحتوي الاكسجين راح يقل. Decrease aerobic metabolism فراح يصير لنا anaerobic metabolism lactic acidosis. تمام؟ طيب الايروبيك اكسرسايز شو اللي بيصير عندي؟ الايروبيك اكسرسايز لاني بمشي لفتره طويله بكميه معتدله بركضش بسرعه كثير وبمشي لفتره طويله، هسا بلشت العضله انقبضت بشكل خفيف شوي، يعني انا مش زي انقباضتي لما ارفع اثقال او اركض بسرعه كثيره، ركضت ببلش ركض خفيف، فبتنقبض شوي لجوا العضله رح تنقبض رح تضغط على الشريان رح تنقص الاكسجين شوي، ولكن شو الحلو في الموضوع؟ لانه المده طويله هسا نقص الاكسجين صح؟ بده يتكون لاكتيت، ممكن يتكون شوي، ولكن بعدين راح يطلع كمية CO2. هسا مش المصل دائما بتاخذ او كل اشي في جسمنا باخذ O2 بعطي ايش؟ بعطي CO2 عشان نرجعه على وين؟ على اللنج عشان تطلعه لبرا صح؟ فلما تطلع CO2 بتروح مين ينقل CO2؟ الدم اللي هي الRBCs. فلما يفوت CO2 على الRBCs CO2 محفز انه البلد فيسلز هاي اللي هي الشرايين وهذا تفتح يصير لها vasodilation. شو يعني vasodilation؟ يعني بتفتح، فهاي اول شغله بتحفزها بتعملها فازو دايليشن للشرايين، غير اللي هو تاثير الدماغ اللي هو بودي اللي هو بنسميه اشعارات، بديش افوت لكم في تفاصيل، بودي اشعارات عن طريق ريسبتور معينه بتعمل برضه فازو دايليشن. فالفازو دايليشن بيكون كميته ممتازه كثير لانه اجى من اكثر من مصدر، مش زي هناك لما بلشت ارفع اثقال وبرفع قاعد برفع ما لحقش يعمل جسم فازو دايليشن، ممكن دماغي يوصل شوي يعمل فازو دايليشن خفيفه ما يكونش لها فائده، ولكن هون بيعمل فازو دايليشن عالي لانه سي او 2 طلع، النيتريك اوكسايد طلع وما الى ذلك. فهاي الفكره، فهون فتح فازو دايليشن ظله يوصل اكسجين فبضلني ايروبيك اكسرسايز. During moderate aerobic exercise حكينا moderate معتدل دائما شيء يكون شيء معتدل. The muscular stores of glycogen are used فبلش يستخدم الجلايكوجين يكسر الجلوكوز. But in normal individual this is not sufficient to provide continuous supply of ATP. زي ما حكينا الجلايكوجين بكفيش خاصة لو واحد يلعب ماراثون او شغلة. For exercise like long distance running اللي هو الماراثونات ومهاد muscle start oxidizing fatty acid فبتفلش تكسر الفاتي اسيد. طب لو بدي اكسر فاتي اسيد وفيش اكسجين على الفاضي راح اوصل اسيتيل كو اي راح اوقف مش راح اقدر افوت الكريبس وما فيش اكسجين فلازم يكون عندي اكسجين. وحكيت لكم شو اللي بيصير بالضبط. With increased time of exercise hypertrophy of the muscle occurs to meet the increased demand so the number and the size of mitochondria بيزيد. Enzymes and protein increases fatty acid oxidation and ketone body utilize switch to glucose metabolism. فبحكي لي لما تلعب اكسرسايز وتركض تركض 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 بشكل كبير تتضخم العضلات عندك بصير هايبرتروفي زي ما حكيت لك بتتضخم بيزيد عدد الميتوكوندريا اللي فيها فبيزيد عدد اللي هو الاماكن اللي بتقدر تستقبل اكسجين ومش بس هيك حكينا الفازديليشن مهم جدا اللي بيصير في البلد فيسل عشان يفتحه اللي هو كميه عاليه من الفازديليشن بتصير تفتح البلد فيسل بصير يوصل لاكسجين وهذا راح يحفز الانزيمات اللي هو والبروتينات انها تشتغل ويزيد عددها وهذا راح يبلش يكسر الفاتي اسيد ويكسر الجلوكوز. تمام؟ In other words, long distance running is an example of aerobic exercise. The metabolic profile of organ changes during aerobic exercise with fatty acid and ketone bodies being the preferred fuel of skeletal muscle. فلما نحكي عن aerobic exercise مين افضل مصدر للطاقه اللي هو الفاتي اسيد والكيتون بوديز عشان حكينا بعطوني كميه عاليه من الطاقه وبدهم اكسجين ضروري. ف being preferred fuel هم المصدر المفضل للطاقه because glycogenolysis is not sufficient مش كافي تكسير الجلايكوجين عشان تعطيني طاقه للايروبيك اكسرسايز. في الانيروبيك اكسرسايز بس الجلوكوز هو المصدر الرئيسي، بس الجلوكوز هو المصدر الرئيسي، ليش؟ لانه نحكي بده يتحول البيروفيت للاكتيت في النهايه، ممكن امينو اسيد ولكن تلجا لها في النهايه المصل.
on the other hand has no effect of metabolic profile of the organs other than skeletal muscle. فما بتأثر على أي عضو ثاني غير skeletal muscle. هون لاحظوا هاي ملاحظة مهمة جدا برضو إنه في الأيروبيك اكسرسايز جبنا كيتون بوديز. طب قلنا مين بيصنع الكيتون بوديز؟ الليفر. فتخيلوا لما أركض كل جسمي بيشتغل فالليفر بينتبه بصير يودي كيتون بوديز للمسل. هون ما حصل هذا الحكي لأنه صار فترة قصيرة لسه ما لحقش الجسم يتفاعل بترفع أثقال فجأة هيك. فهون ما راح يأثر أول شيء على الميتابوليك بروفايل لأورجنز ثانية غير skeletal muscle. فبس راح يأثر على skeletal muscle. skeletal muscle راح تعتمد على حالها وراح تعتمد على الجلايكوجين تاعها تكسر الجلوكوز وهو زي ما حكينا والفوسفوكيراتين تاعها to meet the ATP demand عن طريق اللاكتيت وما إلى ذلك. قبل ما امشي على الميتابوليك ادابتيشن احنا تقريبا خلصنا مش ضايل. قبل ما امشي على الميتابوليك ادابتيشن ديورينج ستارفيشن بدي احكي عن شغله حكتها زميلتكم جهينة اتوقع في المحاضره حكتها هي يعني هي كانت يعني شغله جدا معلومه مفيده لكم خاصه للي بيلعبوا رياضه وما الى ذلك. فوجب الذكر لانه حكى الدكتور انه المعلومات اللي حكوها الطلاب مهمه. هسا احنا لما نيجي نلعب رياضه بشكل عام سواء ايروبيك ولا ان ايروبيك حكينا بيصير عندي فازو دايليشن في السكيلتال ماسل طيب تمام عشان يزيد كميه الدم. مش بس هيك اللي بيصير في اعضاء ما بتحتاج حاليا اشغلها زي مين؟ زي الجاسترو انتستينال تراك زي اللي هو الـ مثلا الكدني اللي بتودي بتعمل بتودي على اليورين. الكدني هسه بيجي بقول لي الكدني هذا بقول لك الكدني لا الكدني خلي لي اياها على جنب الكدني خلي لي اياها على جنب لانها بتصير تسحب ترجع مي بدناش نفوت فصل. بس خلينا ناخذ مثال الجاسترو انتستينال تراك الجهاز الهضمي. هسه انا قاعد باكل شيء انا قاعد بلعب رياضه فشو بيسوي الجسم؟ عن طريق شيء اسمه الالفا 1 ريسبتور. هاي بدناش نفوت في تفاصيلها بس اياكم تعرفوا الفكره العامه. بيسوي الجسم شيء اسمه فازو كونستريكشن. شو يعني فازو كونستريكشن؟ فازو كونستريكشن يعني تقلص في الشرايين. فالشرايين في الجاسترو انتستينال تراك كلها بتتقلص بتقل كميه الدم الواصل للجاسترو انتستينال تراك وتكاد تنقطع. بصير بس عشان حياه العضلات في الجاسترو انتستينال تراك بس بصير يوصلها كميه قليله من الدم وكل الدم وين بروح؟ على السكيليتال ماسل اللي صاير عليها فازو دايليشن. فايش يعني تخيلوا هيك صار بتاع مثلا خلينا ناخذها هيك مثلا هون مثلا بتاع السكيليتال ماسل الشريان هيك صار حجمه وتاع الجاسترو انتستينال تراك هيك صار حجمه. فجاي ايش اللي هو الشريان الكبير اللي هو البوزع اللي هو الشريان الاورتا او الايورتا اللي بنسميه. فهذا بيوزع وين يصير يروح الدم اكثر؟ هون لحاله تلقائي لانه عملت فازو دايليشن هون فازو كونستريكشن. فاذا شرب الواحد مي وهو بيلعب اكسرسايز اذا شرب الواحد مي المي وين بدها تفوت؟ تفوت من الثم. وين بدها تروح؟ على الجاسترو انتستينال تراك. لما تروح على الجاسترو انتستينال تراك وصلت الجاسترو انتستينال تراك شو بده يسوي الجاسترو انتستينال تراك؟ بده يشتغل مباشره. اشتغل الجاسترو انتستينال تراك صار بده ايش؟ صار بده دم. بيلتغي الفازو كونستريكشن او بقل فراح تفتح الشرايين راح هون ايش؟ يزيد كميه الدم اللي واصلها راح يقلل من كميه الدم الواصل للعضلات فارضا يخسر الرياضي المعركه غالبا. ارضا يخسر الرياضي المعركه خاصه اذا بيلعب اثقال او شغله زي هيك. فهي وجب الكلام عنها قليلا. Metabolic adaptation during starvation. كيف الجسم بيتكيف مع المجاعات؟ In early fasting short-term regulation by alternating the activity of existing enzyme. فمنبلش إذا زي ما نحكي للearly fasting بنبلش في fine control سيطرة خفيفة وحفز gluconeogenesis زي هيك فأشياء خفيفة بشتغلها ولكن لما يزيد starvation ويصير طويل ويصير أكثر من ثلاث أيام لازم أعمل adaptation كويس ولازم أبلش أشتغل شغلات ويعني شغل اشي هدفه البرين وهدفه يعني زي ما بحكي شغل متعب. فزي هون بقول لي البرين ستارتس ميتابولايز كيتون بوديز يعني في البرولونج ستارفيشن بعد ثلاث ايام البرين بلش يستهلك الكيتون بوديز. هذا بلش يتكيف على شيء جديد درايفنج اباوت 30% اوف انرجي فروم كيتون بوديز 30% من طاقته بصير ياخذها من الكيتون بوديز بعدين بتصير ظلت تزيد 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 طول ما طالت المجاعه. فيرست ستيج ببلش في الجلايكوجيناليسيس. اذا انا اول مرحله عندي لما تبلش المجاعه خلينا نبلش هاي اول يوم بلشنا جلايكوجيناليسيس. الجلايكوجيناليسيس بلش اكسر زي ما حكينا الجلايكوجين بحوله لجلوكوز وما الى ذلك حكينا عنها بالتفاصيل. فخلص الجلايكوجين شو بده يصير؟ هي بقول لي 75 الى 150 جرام فقط الجلايكوجين المخزن في الليفر اللي هو بوديه على البلاد وعلى البرين. فخلص شو بده يصير؟ فالبرايمري ريكويرمنت فور جلوكوز از تو ميت ذا ديماند اوف ذا برين. فهدف كل جلايكوجين وتكسيره اودي الجلوكوز على البرين تمام واحافظ برضه على سكر الدم.
فالجلايكوجين بيخلص بسرعة، خلص الجلايكوجين بعد 18 ساعة وما إلى ذلك، ببلش المرحلة الثانية اللي هي اللي بتاخذ تيك بليس للجلوكونيوجينيسيس. وأذكركم في الميزان اللي حكيت لكم عنه عشان ما حد يرد يسألني هاي بتصير بعد هاي، ولكن في المرحلة الثانية ليش سميناها جلوكونيوجينيسيس؟ لأنه الجلايكوجين خلص خلص، فصارت مين اليد العظمى زي ما نحكي للجلوكونيوجينيسيس. فالجلوكونيوجينيسيس ببلش أجيب جلوكوز فروم نون كاربوهيدرات زي الأمينو أسيد اللي حكينا عنهم بالتفصيل، ببلش أصنع جلوكوز برضه عشان الليفر، برضه عشان البرين والدم. فهون بقول لي زي مثلا الالانين زي الجلوتامين، الجلوتامين شو كان يعطيني؟ الفا كيتو جلوتريت، اما وهذا الالفا كيتو جلوتريت كان في كريبس يفوت يرجع اوكزال اسيتات يعطيني إيه جلوكوز عن طريق الجلوكونيوجينيسيس. الانين كان يعطيني بايروفيت، البايروفيت يكمل جلوكونيوجينيسيس ويعطيني جلوكوز، نفس الفكره. فكنا بنستخدم شيء مش كربوهيدرات زي الامينو اسيد تعطيني جلوكوز، تمام. The branch chain amino acid liberated by the muscle protein catabolism, especially leucine and isoleucine, are utilized by the muscle to give energy. فالمسل بتبلش تركز على branched chain amino acid. The branch chain amino acid بيطلع منها كثير شيء اسمه leucine وisoleucine. مين بتذكر هذول ايش؟ هذول ketogenic amino acid. شو يعني ketogenic amino acid؟ يعني راح يعطوني acetyl CoA، والacetyl CoA قلنا مصدر الطاقة اللي هو المهم من المسل اللي هو بيطلع من تكسير الفاتي اسيد، فبرضه جبناه من هون عشان اشبع المسل اللي بدها طاقة عالية. الانين is transported to from muscle to liver. فالالانين زي ما حكينا الالانين الالانين سايكل، الجلوكوز الانين سايكل اللي هو بحول الالانين لبايروفيت بصنع جلوكوز، ولكن لازم اوصل الالانين على الدم من المسل للدم ومن الدم للليفر ومن الليفر بصنع جلوكوز وبودي على البرين، تمام؟ اللي هو بعملية ترانز امينيتد اللي نزع الامين جروب. طيب خلصنا الجلوكونيوجينيسيس، خلصت خلص بطل عندي جلوكونيوجينيسيس مش قادر اعمل جلوكونيوجينيسيس، ببلش في المرحله الثالثه اللي هي لايبوليسيس. لايبوليسيس يعني تكسير الفاتي اسيد، وحكينا تكسير الفاتي اسيد الانسولين المباشره قل، الجلوكاجون كميته ارتفعت كثير، بروح بحكي للليفر يحفز الوايت بلاد سيلز تكسر الفاتي اسيد هذول عشان اصنع منهم طاقه، وبتكسر الجليسرول. الجليسرول الحلو فيه شو بسوي؟ بتحول لذهب وبيعمل لي جلوكونيوجينيسيس، فبصير في كميه قليله من الجلوكونيوجينيسيس ولكن مش كافيه، والكميه الاعلى للفاتي اسيد اللي الليفر بروح بصير اللي هي الفاتي اسيد will be used as a fuel by extra cerebral tissue، يعني خارج الدماغ مش الدماغ. فبتبلش تكسير الفاتي اسيد لا ايش؟ لا الاماكن خارج الدماغ زي المسل زي الليفر زي الكدني. والجليسرول اللي حكينا عنه راح يتحول لجلوكوز، راح يصير يروح وين؟ على الدماغ. طيب الجليسرول بطل يكفي الدماغ، بصير الدماغ مضطر يستخدم اللايبوليسيس بعدين. فبتبلش تكسير الفاتي اسيد بس بالاكسترا سيريبرال تيشو يعني برا الدماغ، بعدين بعد فتره اذا طول اكثر الصيام والسرفيشن هاي الجليسرول بطل يكفي البرين، وشو راح يصير؟ راح يصير البرين يعتمد على الكيتون بوديز اللي جايته من الليفر اللي هي اصلها من تكسير الفاتي اسيد. After 3 days of starvation، هي بعد 3 أيام من starvation، the liver will not start forming will now start forming ketone bodies، بلش يصنع ketone bodies بعد 3 أيام عشان يوديها وين؟ على البرين by partial oxidation of fatty acid. فزي ما حكينا الketone bodies مين مصدرها؟ الفاتي acid. Brain now starts switcher over ketone bodies as a fuel، بلش يستخدم الketone bodies. Heart can use ketone bodies، فبلش الجسم غالبا يستخدم الketone bodies. After a week or more into starvation، بعد أسبوع من المجاعة الketone bodies الكيتون بادي بصير هو المصدر الرئيسي وال يعني الوحيد للطاقة في الجسم تقريبا. بعديها البروتينز will be spared now، يعني البروتينز بصير مصدر احتياطي فقط، لأنه زي ما حكيت لكم المصل بتبلش تكسر البروتينات تاعتها لحد ايش؟ لحد ما يخلص البروتينات المش مهمة ويصير عندنا essential بروتين اللي زي ما حكينا ممكن بعضها لا تقوم الحياة بدونها. طيب بعد كملت الستارفيشن اكثر من اسبوع ببلش الجسم يكسر في الاسينشال بروتين تاعته، وهذا ايش؟ خاصه بيعتمد على الترايجليسرول ستور اوف انديفيدوال. فالنصحين يلا انبسطوا انه انتم راح تتحملوا اكثر بجزء من اسبوع، لانه كميه التراسل جليسرول اللي موجوده عند الناصحين او اللي عندهم سمنه بتكون كبيره كثير، فبيقدروا يتحملوا كميه اعلى من اللي مش ناصح. اللي مش ناصح او الضعيف مباشره بيخلص الفات عنده خلال اسبوع بيكون خلصت، بصير يكسر الجسم essential بروتين اللي لا تقوم الحياة ممكن بدونها، وبصير في شغلات لا رجعة لها، إذا صارت لا رجعة لها. بدناش نفوت في تفاصيل. If they are exhausted then the only option، الخيار الوحيد المتروك للجسم اللي هو يكسر البروتينات المهمة التي لا تقوم الحياة إلا بها، فبلش يكسر 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 في هاي البروتينات. Rapid depletion of protein may lead to death، فممكن إذا كسرت البروتينات بشكل كبير كثير ممكن يموت هذا الإنسان.
fourth stage acidosis. شو يعني acidosis؟ يعني زي ما حكينا احنا بنكسر الفات، بنكسر باللايبوليسيس بنكسر الفات، بنطلع فاتي اسيد. الفاتي اسيد راح تعمل لي كيتون بوديز. شو مشكله الكيتون بوديز؟ خلينا نشوف. راح تعمل لي كيتون بوديز، الكيتون بوديز راح تعمل لي شيء اسمه ميتابوليك اسيدوسيس ان ويتش باي كربونيت بافرنج كاباسيتي از اكسيدد. شو يعني بفر؟ مصده. اذا الباي كربونيت عباره عن مصده بتصد ايش؟ بتصد نقص البي اتش، بتصد الاسيدوسيس. طيب اذا الباي كربونيت نقصت بسبب الكيتون بوديز، بدناش نفوت تفاصيل كثيره بس اعرف انه الباي كربونيت تنقص بسبب الكيتون بوديز كثيره، راح ينزل البي اتش. فشو الجسم بيسوي مباشره؟ بتلاقيه بعد ثلاث اربع اسابيع، بعد شهر من المجاعه، بتلاقيه بتنفس بتنفس بسرعه. ليش؟ لانه الباي كربونيت قلت، نزل البي اتش، قل البي اتش، صار بي اتش جدا قليل، 7 فاصلة مثلا 7.36، الطبيعي من 7.38 ل 7.48 تقريبا، شيء زي هيك، تمام؟ ف 7.36 حكينا البي اتش جدا الليميتيشن تاعه صغير، فاي نقص هذا بياثر مباشره. فراح يبلش الجسم يعمل هايبر فنتيليشن، يتنفس بسرعه. ليش؟ عشان يطلع سي او 2 كثير. ليش يطلع سي او 2 كثير؟ تتذكروا الكربونيك اسيد اللي اخذناه في التوجيهي، حمض الكربونيك او الكربونيك اسيد له اتش 2 سي او 3، هذا اللي هو بيحتوي على سي او 2 واتش بلس ومي. فهي عشان يخلص الجسم من السي او 2 والاتش بلس وهذا الحمض، بصير يطلع سي او 2 برا كثير. فلما يطلع سي او 2 برا كثير، بقل نسبه الحمض في الجسم. بدناش نفوت تفاصيل بس اعرفوا انه الجسم بيطلع سي او 2 عشان يقلل نسبه هذا الحمض الموجود، تمام؟ فبقلل نسبه السي او 2، فبقلل نسبه الحامضيه في الجسم. هاي هدفه من الشغله هاي، تمام؟ تفاصيل زياده بدناش نحكي عنها كثير. فهي بومبورجيني انه صارت 7.35 من ورا الكيتون بوديز ومن ورا نقص البايكربونات، طلعوا 7.35 يعني بتخوف. فمباشره احنا شو بنسوي؟ بنروح بنسوي اللي هو هايبر فنتريشن، يتنفس بسرعه 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 عشان يقلل السي او 2. لما يقلل السي او 2 بقلل الاتش بلس، لما يقلل الاتش بلس بقلل اللي هو الاشياء الاسيديك في الجسم، فبرفع ايش؟ بيرفع البي اتش شوي، فبرجع البي اتش حوالي 7.38، فبرجع شوي تقريبا طبيعي. تمام. fifth stage المرحلة الأخيرة death from starvation، الموت من المجاعة. تخلص خلص metabolic acidosis and dehydration، بطل في مي، بنشف الجسم لأنه كسرت كل البروتينات، كسرت كل البروتينات معناها نسبة المي في الجسم بطل إشي يمسك المي، بتقل نسبة المي في الجسم، بنشف الجسم، بصير عندنا ميتابوليك اسيدوسيس، بطل حتى النفس السريع مش قادر يلحق قد ما الكيتون بودي صار عددها كثير عالي ونزلت في البي اتش unless correctly efficiently will lead to death. فإذا ما حل ما بسرعة وديته على العناية المركزة وعطيته اللازم راح يموت. A normal person has fuel reserves for to live up 45 to 60 days. فالإنسان الطبيعي ممكن يعيش له شهرين، الناصح ممكن يعيش له 3 أشهر، الخرافي ممكن يعيش له 4 أشهر وبنتهي نهائيا، تمام؟ هذا الجدول اللي قلت لكم بدي أفشق عنه هون، هيو حكيت لكم هذا نفسه حطيناه تحت عشان نرجع له تحت، تمام؟ هذا الجدول بس ملخص للي حكيناه. انزيمز كي انزيمز اندر ويل فيد كونديشن فاستنج اند ستارفيشن، يعني واحد ماكل، واحد صايم، واحد بمجاعه، شو الانزيم شو بيصير فيها؟ يلا نحل الانزيمات على السريع. اخر شيء في المحاضره اللي هو الجلوكوكاينيز الجلايكوليسيس، تمام؟ جلايكوليسيس. الفوسفوفروكتوكاينيز نحكي عن جلايكوليسيس. فروكتوز 1,6 بس فوسفاتيز، فشو بنحكي قاعدين؟ عن جلوكونيوجينيسيس. البايروفيت كاربوكسيلات عن شو بنحكي؟ عن جلوكونيوجينيسيس. البيب كيك عن شو بنحكي؟ عن جلوكونيوجينيسيس. الجلايكوجين فوسفورايليز بنحكي عن جلايكوجيناليسيس، تكسير الجلايكوجين. خلينا نحط هيك، جلايكوجين نيجاتيف يعني تكسير الجلايكوجين، تكسير الجلايكوجين. طيب الجلايكوجين سينثيز اللي هو بصنع الجلايكوجين، اذا جلايكوجين سينثيز اللي هو بصنع الجلايكوجين، اذا جلايكوجينيسيس. كارنيتين اسيل ترانسفيريز بنحكي عن شيء بالفاتي اسيد، تمام؟ بنحكي عن تكسير الفاتي اسيد، بنحكي عن تكسير الفاتي اسيد. اسيتيل كو اي كاربوكسيليز برضه بنحكي عن الفاتي اسيد وتكسيرها، وهرمون سنسيتيف لايبيز برضه بنحكي عن تكسير الفاتي اسيد، تمام؟ اسيتيل كو اي كاربوكسيليز عشان اورجيكم شو بيعمل بالضبط، اللي هو هيو اسيتيل كو اي كاربوكسيليز اللي هو راح شو يعمل؟
كاربوكسيليشن في اسيتيل كو ايه تو فور مالونيل كو ايه. ليش؟ عشان يصنع فاتي اسيد. اذا شو بيسوي؟ بيصنع فاتي اسيد. ليش؟ لانه المالونيل كو ايه هو سبستريت بوفيتال رول ان ريجوليشن اوف فاتي اسيد ميتابوليزم. بدناش تفاصيل، اعرفوا الاسيتيل كو ايه بيعطيني مالونيل كو ايه بالاسيتيل كو ايه كاربوكسيليز، فهذا الاسيتيل كو ايه كاربوكسيليز لما يعطيني مالونيل كو ايه ضاف سي او 2، دائما لما نضيف سي او 2 شو حكينا؟ كو انزيم او الكو فاكتور بنسميه البايوتن. فالمالونيل كو ايه مهم جدا في صناعه الفاتي اسيد، تمام؟ طيب الهرمون سنسيتيف لايبيز حكينا عنه، اللي هو قلنا اللي هو مسؤول عن تكسير الليبيد، فهو بنحكي هيو الهدف الرئيسي موبلايز ذا ستورز فات، يكسر ويحرك ويغير في الستورد فات. ات فانكشن هيدرولايز ايذر فاتي اسيد فروم تراي اسيد جليسرول، فري فاتي اسيد فروم داي جليسرول، وفاتي اسيد فروم مونو جليسرول. فحكينا التراي جليسرول يعني جليسرول ماسك عليه ثلاثه فاتي اسيد، اول شيء بكسر اول واحده بصير داي جليسرول بصير عليه ثنتين، بيجي نفس الانزيم بكسر الثاني بصير مونو جليسرول، بيجي بكسر الثالثه بصير جليسرول والثلاثه فري فاتي اسيد، تمام؟ تمام. هذول الانزيمين اللي مش عارفين عنهم اللي هم موجودين هون هيوم، والباقي كله بنعرفه، تمام؟ فشو بده يصير في الجلايكوليسيس في حاله الاكل؟ راح تزيد. شو بده يصير في حاله الفاستنج؟ راح تقل. شو بده يصير في حاله الستارفيشن؟ راح تقل. فهاي كل الفكره بالضبط. مين بحفز الجلايكوليسيس؟ حكينا انسولين از ايتينج هرمون. مين بحفز الجلايكوليسيس؟ وجود الجلوكوز. طب مين بيثبطها؟ فروكتوز 6 فوسفيت. مش حكينا الفروكتوز 6 فوسفيت اذا تراكم راح يوقف عمل الجلوكوكاينيز، فلما يوقف عمل الجلوكوكاينيز راح يوقف الجلايكوليسيس. فهاي كلها مراجعه بالضبط شو بصير. نحكي عن الجلوكونيوجينيسيس شو راح يصير فيها؟ في الفيدنج ستيت راح تكون واقفه، بالفاستنج ستيت راح تبلش تزيد، في الستارفيشن راح تبلش تعلى اكثر واكثر. وما الى ذلك، شو الانزيم اللي بياكتف الجلوكونيوجينيسيس؟ شو الشيء اللي شو الشيء اللي بياكتف الجلوكونيوجينيسيس؟ شو الشيء اللي بيثبط الجلوكونيوجينيسيس؟ تفاصيل حكينا عنها بالتفصيل وما الى ذلك. اسيتيل كو اي كاربوكسيليز اللي هو الفاتي اسيد سينثيسيس، شو راح يصير فيه في حاله الاكل؟ انا ماكل راح يزيد، بدي اصنع فاتي اسيد. طب انا صايم راح بدي ابلش اكسر فاتي اسيد، فمستحيل يزيد الشيء اللي بيصنع فاتي اسيد. طيب الشيء اللي بيصنع فاتي اسيد في حاله المجاعه راح يقل. الاكتيفيتر والانهبيتر راح تاخذوه ان شاء الله لقدام، فش داعي تنتبهوا عليهم. هذول الثلاث بروتينات اللي ما بتعرفوهم انتم مش ماخذين لا الاكتيفيتر تاعتهم ولا الانهبيتر، بس انتم بدناها تعرفوا انه الاكتيفيتر اللي هو الانسولين، هاي طلعوا كيف بالفهم، بيصنع فاتي اسيد. حكينا الانسولين بحفز صناعه الفاتي اسيد، اذا الانسولين راح يكتفه، تمام؟ سيتريت مش مهم كثير تعرفوه، بس برضو على الفهم. السيتريت يعني ايش؟ يعني انا عندي طاقه كويسه، ما دام في سيتريت معناها ماشي كريب سايكل كويس، معناها احول الاسيد الكو اي لمالونيل كو اي، خلص بديش افوته على كريبس. نفس الفكره هون هرمون سنسيتيف لايبيز لجلوكاجون. ليش لجلوكاجون؟ لانه الجلوكاجون فيش عندي اكل، فيش فاستنج انا او مجاعه، بنفرز الجلوكاجون بحفز تكسير الليبيد. نفس الشيء كرياتين اسيل ترانسفيريز برضه زي ما حكينا الجلوكاجون اللي هو بحفز تكسير الليبيد، تمام؟ تمام. فهاي هي الملخص بالضبط. حكينا الهرمون سنسيتيف لايبيز، حكينا الاسيل اسيتيل كو اي كاربوكسيليز، كيروتين او كارنيتين اسيل ترانسفيريز اللي هو هذا اللي هو الكارنيتين اسيل ترانسفيريز اللي هو الانزيم الثالث اللي ما بتعرفوه، كنبذة نعرفها سريعة عنه اللي هو شو بسوي، اللي هو من الصورة نحكي عنها من الصورة لانكم حكيتوا بتحبوا الشرح الصور. عندنا كارنيتين، عندنا شيء اسمه كارنيتين راح تاخذوه لقدام، وعندنا شيء اسمه اسيل كو اي، اسيل ماسك عليه ايش؟ كو اي. اللي بيسوي هذا الكارنيتين اسيل ترانسفيريز يعني ناقل، بنقل الاسيل للكارنيتين والكو اي بيطلع لحاله. فشو اللي بصير؟ الكو انزيم اي بيقوت، هيو كو انزيم اي، ونقل الاسيل على الكارنيتين، فصار لنا اسيل كارنيتين وكو انزيم اي. شو الفائده؟ قلنا لكم اللي هو بنصنع منها اتوقع فاتي اسيد او شغله زي هيك، راح تاخذوها لقدام. هي فاتي اسيد اوكسيديشن، تمام؟ سوري بنكسر فاتي اسيد، بنصنع فاتي اسيد شو بدي فيه؟ بنكسر فاتي اسيد، فاتي اسيد اوكسيديشن، تمام؟ This enzyme catalyzes the reversible changes of acyl group between coenzyme A and carotene. اذا هو عباره عن reversible، بروح برجع بنقل الاسيل من الكو اي او الكوينزيم اي للكيروتين، فبصفي اسيل كيروتين وكوينزيم اي، من اسمه ترانسفيريز كيروتين اسيل ترانسفيريز. كيف اعرفه؟ كيروتين اسيل ترانسفيريز اللي هو البنقل الكيروتين الاسيل للكيراتين واسمه ترانسفيريز. اذا اسيل وكيراتين وترانسفيريز من اسم الانزيم بعرف شو بيعمل بالضبط. اذا هو هدفه تكسير الفاتي اسيد عشان احصل على طاقه، فمين بحفزه؟ الجلوكاجون. هيك بنكون خلصنا المحاضره ان شاء الله. هيك بكون خلصت مشواري معكم في الكربوهيدرات كامل، خلصنا الست محاضرات تاعون الكربوهيدرات. يوم الخميس راح تبدا معكم سندس في موضوع الالكترون ترانسبورت تشين اللي كل تمهيدنا له بالكربوهيدرات، كل هدفنا نوصل له بالكربوهيدرات، وراح تبدا معكم برضه في الليبيد ميتابوليزم يوم الاحد القادم.
اي سؤال ما تترددوا، وان شاء الله في عطلة الويك اند ان شاء الله راح انزلكم فيديو اكسترا. في اكثر من طالب طلب مني اللي هو الانرجي جين كامل من بداية الجلايكوليسيز لافوت كريبس، قديش الانرجي جين بكون بالضبط وكيف طلعناها وشو بيختلف الجلوكوز الجلايكوجين اذا شاتل وما الى ذلك. راح اعمل فيديو اكسترا للانرجي جين ولا عمليه الشاتلينج اللي هم الجليسرول شاتل والماليت شاتل، راح نحكي عنهم وشو الفرق بيناتهم ان شاء الله. فقبل ما اسوي الفيديو، اذا حدا منكم عنده اي استصعاب في شغله وشفت عليها، يعني اللي عنده اي شغله مستصعبها يبعث لي، واذا شفت اكثر من حدا بده هاي الشغله فبعملها بحطها بالفيديو الاكسترا هذا بدل ما اصير احكي فويس لكل واحد. ف موفقين ان شاء الله بامتحانكم، وان شاء الله تكونوا استفدتوا من موضوع الكربوهيدرات. وزي ما دائما بحكي لكم، ان اصبت فالحمد لله، وان اخطات فمن نفسي وجل من لا يسهو. يعطيكم العافيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.